لنا الشرف لفرج هولسين اللي هي زارتنا في المدينه ديالنا اللي جات باش تذكر باش تعاود تذكر لنا الحرفيين بالمنتوجات الجديده ديالها. وكنعطيو للناس دائما شنو الجديد عندنا وكيفيه الاستعمال، وحتى كنعاونوا الزبون ديالنا حتى هو باش يطور المبيعات ديالو سورتو في هاد المنتوجات اللي هي جديده. الهدف ديالها هو تعريف المنتوجات الجديده اللي موجوده في السوق، و يعني خصائص ديالها ومميزات ديالها مقارنه مع المنتوجات الكلاسيكيه اللي هي ال 35 وال 45. على حسب ما شفت انا حاليا والحمد لله بنت لي بالنسبه للتخلطه بعد العجنه كنقولوا عجنه تخلطه بالنسبه كتبقى شاده الطراوه ديالها واحد المده اللي هي طويله، ماشي بالنسبه كيف كانت الاسمنت من قبل كانت كتخلط وكتبقى كتضرب واحد شويه كتنشف. كيشوفوا الفرق بالعيون ديالهم ديال الاستعمال ديال البيرفيكتو وفي الاستعمال ديال 35 في نفس الوقت، وكذلك جميع المنتوجات الاخرى وخاصه الدوام والبريفابرو. نحاولوا اننا نشرحوا للزبناء ديالنا المنتوجات الجديده اللي كاينه في السوق. بعد الحرفيين ما كيخدموش بكل اللي مازال ما خدمش بها، كنحاولوا اننا نبسطوا كل ما يتعلق بالناحيه التقنيه ديال المنتوجات. كنديروا واحد الحائط اللي هو واحد تجربه مباشره اللي كيشوفوها هاد المستفيدين من هاد الورشه التكوينيه في عين المكان.